بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم إلى علاقة بالمسؤولية، تحمل المسؤولية. في ناس كتير بتعتبر أنه تحمل المسؤولية هو عبء، والمسؤولية بينتج عنا كآبة وتعاسة. ممكن إذا هالمسؤولية أنت ما تصرفت معها بجدية ممكن تتحول إلى عبء. ولكن تخيل معي أنه أنت عندك مسؤولية، أنت مسؤول، أنت مدير، أنت مسؤول عن عائلة، أنت مسؤول عن نشاط معين وأنجزت هذا النشاط بجدارة. هذه المسؤولية تتحول إلى حرية، حرية الحياة، حرية التصرف، وأيضا إلى سعادة. أنت بتشعر بسعادة إذا أنجزت أعمال معينة لأنه كان عندك مسؤولية. ولكن إذا عندك مسؤولية معينة ولم تقم بأعمال مهمة باتجاه إنجاز أعمال تتعلق بهذه المسؤولية، أنت بتتحول لإنسان عندك عبء، عندك تعاسة، عندك كآبة، بتحس حالك بسجن بدل ما تحس حالك عم بتعيش الحرية. فإذن المسؤولية ممكن تتحول إلى سعادة، والمسؤولية ممكن تتحول إلى كآبة. أنت بتحدد. وبصراحة المسؤولية حلوة، خاصة إذا نحن قد المسؤولية. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.